واضح ولو انه ساعات واحد يزمو معناتها ما يفوكس ساغيت معناتها شي كمان. فعلا هو يعني بقطع النظر عن جزئيات ما صار وما حدث في بن قردان يعني الاسباب معروفه كون هذه الجهات التي عاشت يعني تهميشا متواصل واللي كان الامل نتاعها هو بعد الثوره شافت كونه معناها التنميه الجهويه طال مدلها أمدها ولم تتحصل والأوضاع تأزمت ربما وعادت أكثر مما كانت عليه في السابق. وهذه الناس يعني اليوم الأفق ويعني هناك انسداد أفق ومترشي يعني مستقبل ومخرج لي يعني هذه الوضعية. بطبيعة الحال هناك من هو مسؤول على هذه الوضعية لأنه اليوم لما نقارن في تونس يعني من نفس يعني هل هي أقرب من حلم التنمية الجهوية أكثر مما كانت عليه في سنة 2010؟ نجد أنها ابتعدت أكثر فأكثر. وإذا تحبوا ندخلوا ربما في الجزئيات ونعطيهم أنا عنا بيتير باش نعطيهم بعد نرجعوا للجزئيات. لكن بقطع النظر عن كل هذا في الواقع لابد هذه دعوة كذلك نوجهها إلى كل الأهالي لابد أن شكل التعبير يتغير. اليوم هذا شكل التعبير راهو يلزم كل الناس يعرفوا كونه يزيد يأزم الأوضاع. مثل يعني اليوم إذا كان فماش تنمية نقوم نكسر ولا نقوم معنا نعتدي على يعني نعمل اعتصام هذا ما ينجمش يعاون وينجمش يساهم وبالتالي يزيد يأزم الوضعية أكثر وأكثر. وبالتالي نتفهم كونه يعني الناس صبرها يعني لا يحتمل أكثر مما احتمله. لكن لابد في نفس الوقت أن يعم الأمل ويتغير أشكال يعني التعبير لأشكال اللي نعرفه خاصة اليوم كونه هناك حكومة اللي هي لا تنتمي إلى أي طرف سياسي نيتها طيبة ليست لها عصا سحرية بدأت تشتغل على أرض الواقع لابد أن نعطيها الوقت. وتونس ليست لها عصا سحرية اليوم معناها لابد كونه نفهم كونه اليوم مآلنا الوحيد هو الصبر والعمل والعودة إلى العمل.